السلام عليكم. نتكلم اليوم على قرحة المعدة وأسبابها وعلاجها، وأوعدك إن شاء الله ما تمل مني، لأن فكرة القناة هكذا، نحاول قدر المستطاع نتعلم من غير ملل ولا مماطلة. وأوعدك إن شاء الله تخرج من هذا المقطع يكون عندك دبلوم نظري على قرحة المعدة وكيف التعامل معها. ما هو كتابي، لا تورطنا، ما عندنا أوراق. نقول بسم الله وعلى بركة الله. هذا المري يا غالي، وهذه المعدة، وهذا الاثنى عشر. عندما تسمع عنوان كبير ينص على البيبتيك ألسر، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الأغشية المبطنة للجهاز الهضمي حقنا، إن كان معدة أو مري أو اثنى عشر، تعرض للهجوم أو الخرش أو جروح، مما أدى إلى ظهور تقرحات مع الوقت. فإذا كانت التقرحات في المعدة سمى جاستريك ألسر، وإذا كانت في الاثنى عشر سمى دودنال ألسر، وإذا كانت في المري أيضا إيزوفيجال ألسر، قرحة المري. نركز اليوم على قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. طبعا قرحة المعدة ما تبدأ هكذا مباشرة، إنما هي بخطوات تدريجية. أولا تبدأ بجاسترايتس، التهاب وإحمرار وطفح في نفسها الخلايا المبطنة للجهاز الهضمي أو المعدة، ثم إذا تطورت وأصبحت تجويف تتحول لقرحة، ثم إذا أهملتها وما عالجتها مع المدى الطويل تتحول إلى ثقب والعياذ بالله. طيب وأنا كيف أعرف أن القرحة اللي فيني في المعدة أو في الاثنى عشر؟ سؤال ذكي جدا، ولكن أقول لك يا صاحبي الحل بالمنظار. يستخدم لك الطبيب المعالج منظار من أجل يرى وين موقع القرحة بالضبط، هل هي في المعدة أو في الاثنى عشر. وفي بعض العلامات أو أعراض تظهر للمريض تساعد الطبيب من أجل يكشف هل القرحة موجودة في المعدة أو في الاثنى عشر. نوضح الصورة أكثر. الآن المريض اللي يكون عنده قرحة في المعدة، أول ما يأكل الطعام خلال الساعة الأولى، أول ما يأكل الطعام يجيه آلام، أعوذ بالله من الشيطان، يحس بآلام وطعم في هذه المنطقة. لماذا؟ الذكي منكم بيعرف، لأنه بداية إفراز أسيد مع وجود الطعام حصل احتكاك على طول بالقرحة الذي موجودة في المعدة، وهذا دليل على أنه عنده قرحة في المعدة. اثنين، أثناء الكحة أو التطريش قد يطلع دم مع الطعام، وهذا قد يكون من المعدة. أما الاثنى عشر أول ما يأكل الطعام ما عنده أي مشكلة، بعد مرور ساعتين ثلاث ساعات لما يمر الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر يبدأ الآلام عند المريض، آلام عود بالله من الشيطان، وهذا دليل على أنه عنده القرحة في الاثنى عشر. وهذه طبعا تحتاج إلى دقة وصف من المريض للطبيب. أما المنظار فينهي الموضوع بتاتا ويكشف الأمر إذا كانت هنا أو هنا. وأيضا من أعراض جرثومة المعدة فقد الشهية وغثيان وانتفاخات وغازات. طيب يا وائل الله يحفظك، إيه سبب قرحة المعدة؟ فهمنا، خذ مني الأسباب يا غالي. أول سبب رئيسي هو جرثومة المعدة، ثاني سبب يا بطل هو مسكنات الألم، وبعدين تجي أسباب أخرى مثل التدخين وغيرها ما بنتطرق لهاش الآن. في هذه الحلقة بركز على أول سبب واللي هو أكثر سبب أقوى سبب يسبب قرحة المعدة، ألا وهو جرثومة المعدة. أنا أدري أنك أول ما تسمع هذا الاسم تتخيل أنه وحش أو ديناصور دخل جهازك الهضمي، بينما بالعكس هو عبارة عن بكتيريا غلبانة تدافع عن نفسها بسببك أنت، وبفصل لك الآن بالتفصيل. وأضمنك أن البكتيريا هذه تخيل معي موجودة داخل نصف سكان العالم، يعني لو جمعنا سكان العالم الآن وقلنا عددهم تقريبا 7.5 مليار، يعني 3.5 مليار داخلهم جرثومة المعدة وتسكن في الجهاز الهضمي. قد يكون أنا وأنت واحد منهم الآن، ولكن خذ البشارة، هؤلاء نصف سكان العالم 80% منهم ما عندهم أي أعراض، وعشرة إلى 20% يعانوا من أعراض وتقرحات في الجهاز الهضمي، وواحد أو 2% عرضة أن يحصل لهم سرطان والعياذ بالله مع المستقبل بسبب هذه الجرثومة. خلونا نترك النسب كامل والعالم كامل ونركز على 10 و20% النسبة هذه الذي عندهم جرثومة المعدة وسببت لهم تقرح في المعدة. ليش هؤلاء عن بقية الناس؟ وليش 80% من هذول 3 مليار عندهم جرثومة المعدة ولا سببت لهم أي تقرحات؟ ومن أجل نحصل على إجابة شافية لازم ندخل بالميكروبيولوجي وندخل في حياة هذه البكتيريا ونشوف إيش تسوي بالجهاز الهضمي من أجل تتضح الصورة بكل أركانها. هذه البكتيريا غالي عندها القدرة على العيش في الوسط الحمضي، ولكن تفضل الوسط المتعادل على الحمضي. على سبيل المثال من أجل ما نظلم البكتيريا، أنت الآن إذا كنت في مدينة حارة أو ساخنة وخيروك أنك تعيش بهذه الغرفة الساخنة أو الحارة أو هذه الغرفة الباردة، إيش بتختار؟ أكيد بتختار اللي فيها مكيف ودلع وحركات، وبالأخص إذا كان عندك القدرة أنك تنتقل لهذه الغرفة بدون أي خسارة. وهكذا البكتيريا يا غالي عندها جهاز استشعار تقيس فيه الحموضة للمكان اللي هي عايشة فيه، فلما تحس أنها أوفر زيادة الحموضة تهاجر إلى نهاية المعدة لأن الحموضة هناك أقل، وإذا زادت الحموضة مكانها تتضايق فترجع تسوي حركة، هذه الحركة اللي تزعلنا يا صاحبي. ومن هنا ركز معي تمام يا غالي، لأننا بدأنا ندخل بالثقيل والزبدة بدأت تطلع. على سبيل المثال من أجل توضيح الفكرة، فلنقل مثلا أني أنا شخص أحب البهارات والقهوة والفلافل والغازيات بأنواعها والأكل المزيت وأي شيء يعمل على زيادة حموضة المعدة، إيش اللي راح يحصل بالضبط؟ زعلت مني البكتيريا لأني أضايقها بكثرة الحموضة، ترفع العلم الأحمر وتقول لك يا صاحبي كل واحد يشوف مصلحته، تفرز إنزيم يدعى اليورياز يعمل على تحويل اليوريا اللي موجود في
المعدة إلى أمونيا. أمونيا هذه قاعدة قوية سموها سترونج بيس، تعمل على تعادل الوسط الحمضي مما يؤدي إلى راحتها تمام. هي ترتاح، مفيد جدا الأمونيا للبكتيريا، ولكن مضر جدا لك هذا الأمونيا. إيش يسوي هذا الأمونيا؟ يعمل على طفح وحك ونخر جدار المعدة عندك. أسألك سؤال، هل شفت في يوم من الأيام تأثير الأمونيا على جلد الإنسان؟ أكيد بتقول لي لا. أقول لك إلا شفته لكن نسيت. لو تذكر طفح الأطفال الحفاضات حقهم والتسلخات اللي تجيهم، هذا بسبب مادة الأمونيا اللي تفاعلت أثناء التقاء البول مع البراز. شفت كيف الإحمرار والطفح ظهر للأطفال؟ فأتخيل تكرار هذا الطفح والإحمرار يحدث في المعدة عندك، وتتطور تتطور إلى حدوث قرحة في المعدة والعياذ بالله. تدري ليه وضحناها بالتفصيل؟ من أجل اللي هو بصحة وسلامة يحذر عن نفسه وينتبه ويعرف إيش يأكل، وأيضا الشخص المريض بعد ما يتعالج منها إن شاء الله يعرف كيف يتعامل مع جسده من أجل ما ترجع له مرة ثانية. الآن تعال شوف كيف تعامل الطبيب مع قرحة المعدة وكيف يصرف لك العلاجات. أول حاجة يوصيك فيها أنك تتجنب أكولات تعمل لك على زيادة إفراز حموضة المعدة واللي ذكرناها من أول. ثاني حاجة يصرف لك العلاج الثلاثي، مبدئيا يصرف لك العلاج الثلاثي وهو فعال جدا، وهو يتكون من 2 مضادات حيوية لقتل الجرثومة أو البكتيريا هذه، والعلاج الثالث عبارة عن بروتون بامب إنهبيتر الذي يقلل من إفرازات الأسيد في المعدة. لماذا؟ من أجل ما تسوي الجرثومة ردة فعل أوفر، ومن أجل إعطاء الفرصة للطبقات المعدة من أجل تبني نفسها وتعمل على التئام الجروح. مدة الكورس من 7 أيام إلى 14 يوم يفضل، ومن ثم اعمل فحص مرة أخرى للكشف على الجرثومة إذا كانت موجودة أو لا. إن شاء الله تكون وضحت الفكرة يا شباب، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. وحبيت أشكركم يا شباب على دعمكم وتعاونكم على نشر النصيحة وتوعية الناس. فما معنا بالحياة الدنيا هذه غير نحن ننفع بعضنا البعض؟ وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس من على يده تقضى حوائج الناس. وحفظكم الله من كل سوء. السلام عليكم.